المشاهدين اهلا بكم. نروح بقى لشهادة محمود جامع. محمود جامع شخصية مهمة جدا في الاحداث لانه كان عراب الصفقة بين السادات والاخوان. محمود جامع كتب 3 كتب، انا والشعراوي، انا والسادات، انا والاخوان. اللي احنا بنقوله ده من كتابه انا والسادات، والثلاثة موجودين على الانترنت، ممكن تنزلهم وتقراهم. ان محمود جامع شخصية محورية في احداث السبعينات. بيقول لي محمود جامع في انا والسادات او علاقته مع السادات، بيقول ان هو مواليد 32، اتولد في بورسعيد، رغم ان اسرته كانت تزال تقيم في قرية كفر السادات مركز تلب المنوفية، تلك القرية التي عاش فيها اجدادي، وكان والدي من رجال القضاء وجدي عمدة البلدة، يعني من اسرة يعتبر ارستقراطية، وكانوا جار المدينة اللي فيها السادات. وعلى مسافة 3 كيلومترات من كفر السادات كانت تقع قرية ميتة والكوم، يعني هو كان والده عمدة كفر السادات، وعلى بعد 3 كيلو يعني بيتمشوا يعني قرية ميتة والكوم اللي طبع منها السادات وأسرة السادات. كانت تقيم عائلة السادات وأسرته، ولعل قرب المسافة بين القريتين كانت أدعى إلى توثيق العلاقة بيننا منذ بواكير الطفولة، علاوة على قرابة جدة السادات لعائلتي، يعني كان في علاقة نسب وعلاقة قرابة، والريف بشكل أو بآخر متداخل. يعني يقول بقى إيه، كانت هناك علاقة صداقة ومودة بين والد السادات وبين والدي وجدي وأخوالي، وكان محمد السداتي والد أنور السادات رجلا شهما طيبا ذا أخلاق رفيعة، وكنت ألاحظ تواجده بكثرة هو وابنه أنور اللي هو محمد أنور السادات يعني في دوار العمدة عندنا، حيث كان يقضيان السهرات والليالي الطوال، وكان كل ذلك هو الطريق إلى توثيق العلاقة بيننا. احنا بنتكلم عن علاقة طفولة وعلاقة قرية وعلاقة أرياف وفلاحين وعلاقة المودة والحميمية أكثر ربما من المدن. توطدت العلاقة مع السادات أكثر عندما التقى أحد أخوالي بمدارس القاهرة وسكن في منزل أسرة السادات بحدائق القبة بمصر الجديدة. خاله راح يدرس في مصر وقعد عند عيلة السادات، يعني بقى فلاحين مع بعض، وبيعتبروا ان ده ايه، اكنه حد من بلد بلدياتي، يعني ده اكنه ابن عمي، يعني ده عرف الريف المصري، حتى لما يتقابلوا في العراق يتقابلوا في دولة فيها غربة، ابن بلده ده اكنه ايه، ابن عمه على طول، ويستقبله ويستضيفه ولو حق الضيافة لغاية ما يعني اموره تستقر. يعني فيه كده شوية حاجات في الريف بعضها لسه موجود وبعضها اندثر، بس في درجة من درجات العشم ودرجة من درجات الايه الكرم موجودة عند أهل الريف بشكل عام، على الأقل في الأجيال السابقة. قال لك بقى إيه، التحقت أنا بطب القاهرة وعرفت طريق بيت السادات بالمنيل، يعني جزر كان في بيت في المنيل وبيت في حدائق القبة المهم، واقتربت منه أكثر، وراح يروي تفاصيل حياته كما قص علي أسرارا كبيرة عن اهتماماته بالحياة العامة. احنا بنتكلم عن علاقة مودة، ده طالب في كلية الطب وده شاب زيه قاعدين في بيت في المنيل، ويشوف بقى بيتحركوا مع بعض، يروحوا الجامعة، ده بيروح الجامعة وده بيروح الجيش ايا كان يعني، وبينهم مودة خاصة واسرار، يعني بيحب فلانة بيحب علانة، يعني حياة متكاملة، صداقة من الدرجة الاولى بيسموها في المصطلح المصري الان صديقك الصدوق، يعني هو من صديقك الصدوق ومن دائرة الاصدقاء الاقرب، فصديقك الصدوق ده الاقرب اليك. وفي منزله فيما بعد تعرفت على قيادات الإخوان وكبار رجال الحكم على مدى سنوات علاقتنا حتى رحيله إلى الرفيق الأعلى. طبعا زي ما قلنا الروايات الشخصية والمذكرات ليست كلها يقين، عشان واضحين، متى يظهر اليقين؟ عندما تتوافق روايتين، رأي والرأي الآخر، العدو والصديق، فلما الروايتين يتوافقوا إن حدث معين حدث يبقى أقرب إلى اليقين. إنما دايما الرواية من طرف واحد هي ما زالت محل ظن. بس معنى كلام لو اعتبرناه يعني صح، إن هو تعرف على الإخوان في بيت السادات، تعرف على الإخوان في بيت السادات، في منزله تعرفت على قيادات الإخوان وكبار رجال الحكم على مدى سنوات علاقتنا حتى رحيله إلى رفيق الأعلى. بيقول بقى، كنت في ذلك الحين في 16 من عمري تقريبا، وكنت قد نشأت نشأة دينية محافظة وسط أسرة متمسكة بدينها وحريصة عليه. تعرفت على القيادي الوفدي حاليا محمد إبراهيم مصطفى، والذي كان أيامها من قيادات الإخوان المسلمين، الذي كان مقيما في طنطا حيث أقيم أنا حاليا، ومنه سمعت عن الإخوان المسلمين.
هنا في نقطة مهمة جدا، ان الراجل كان وفدي وفي نفس الوقت كان ايه، كان اخوان. واعتقد ان كان خلاف برضو الشعراوي مع الاخوان، بس الموضوع ده ما استمرش كتير، لان بدأ بعد كده حسن البنا يهاجم الاحزاب ويقول انها ضد الدين، ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، معناه ان ما فيش احزاب وان الاسلام حاجة واحدة وما فيش فرقة، لانه كان عايز بقى ايه، حاسس ان الاحزاب. طبعا احنا نتكلم بقى عن سعد زغلول في ظهور البنا 28. سعد زغلول ده كان ملء السمع والبصر، والوفد كان ملء السمع والبصر، وانت في النهاية جماعة دعوية وعظية قد كده. فكان دايما في غيرة من استقطاب الوفد للشباب، وبالذات شباب الجامعات. هو كان لسه بيحصد الايه، الصناعية والناس اللي هم العمالة، حسن البنا. وطبعا بقى كان في مصر الفتاوي والحزب الوطني بتاع مصطفى كامل والاحرار الدستوري، وكان في احزاب تانية بس كان اقوى من الوفد. وده كان خلافه مع السكري، انه برضه كان عايز ايه، يفرق ما بين السياسه في ان هو يبقى وفدي ويبقى اخوان. وكان ايه، حسن البنا بعد كده بدا يصطدم بهذه الاحزاب ويهاجمها ويتهمها انها ضد الدين وحاجات زي كده. قال لك بقى جامع بيقول في جمصه اقيم معسكر للاخوان عام 46. احنا قلنا ان هو وليد كام؟ 32. من 46 كان عنده 17 سنه. ازاي الكلام ده؟ المهم يعني وليد 32 هيسوي. طيب 46 قال بعد ان شاركت فيه عرفت ان الذي اقامه ونظمه، يعني هو حضر بمعسكر في جمصه، بعد ما شارك في المعسكر عرف ان الذي اقامه ونظمه هو التنظيم السري للاخوان بقياده عبد الرحمن السندي. انا بتكلم بس عن خلفيه محمود جامع عشان نصل بقى الى مرحله السادات ايه اللي حصل فيها. فحضر معسكر هو عنده 14 سنه لعبد الرحمن السندي اللي هو التنظيم الخاص بتاع الاخوان المسلمين، والتقيت فيه بالدكتور عبد العزيز كامل اللي هو وزير الاوقاف فيما بعد. دي حته مهمه برضو، ان عبد الناصر كان ذكائه السياسي كان بيحاول يستقطب ناس من جوه الايه، الاخوان، بحيث يهت الموضوع مش الموضوع حرب على الاسلام. فهو خد عبد العزيز كامل وخد الايه، البقوري اللي هو كان وزير الاوقاف. فعبد العزيز كامل كان حاضر مع محمود جامع معسكر بتاع عبد الرحمن السندي بتاع التنظيم الايه الخاص، وتدربنا على السلاح والمصارعة اليابانية. وذات ليلة وأثناء تدريباتنا المعتادة على شواطئ جمصة لاحظنا وجود معسكر لتدريب اليهود رجالا ونساء، وكانوا يتدربون على السلاح وكيفية استعماله وقت الضرورة. خلي بالكوا 46 قبل 48 بسنتين، معرفش الرواية دي محل شك بالنسبة لي. مش معنى كده ان ما كانش فيه يهود صهاينة في مصر، ربما كان فيه يهود صهاينة، بس ما فيش الجرأة ان هم يتدربوا على السلاح. طبعا بكمان انهم مختلطين يعني، واحنا بقى يعني جاله بس وحاجات زي كده في مصر يعني. اعتقد ان هذا الامر محل ايه، محل شك. ان هو بيقول طبعا ان اليهود كان بيدربوا على السلاح جنبهم رجالا ونساء، وكان دوري داخل الاخوان في، وكان اقليات يعني، يعني صعب ان حد يشيل السلاح وهم اقليات. وكان دوري داخل الاخوان في ذلك الوقت محددا، وهو المساعده في طبع جريده اسمها الوثبه. وربما كان صغر سني العامل الأساسي في اختياري لتلك المهمة، لأن صغر السن كان يساعدني في التخفي وفي ألا يلفت منظري انتباه رجال الأمن، وذلك سنة 48. طبعا كان عنده 16 سنة، شاب صغير لسه يعني، ربما يعني غلام يعني، فممكن ما حدش يهتم بيه أو أنه يكون إيه، تنظيم خاص أو ما شابه ذلك. قال وقد انضممت إلى التنظيم السري للإخوان 46، وكان هدفي وهدف كل عضو آخر في الجهاز هو حفظ القرآن الكريم والتربية الروحية والعسكرية والنفسية، بحيث يكون المسلم جاهزا ومستعدا للجهاد والتضحية بنفسه في أي وقت، وأن يجعل عضو نصب عينيه الموت في سبيل الله باعتباره أمنية سامية. خلي بالكوا حاجات دي أيديولوجية مهمة جدا، احنا متعرض لها للنقاش عشان نحلل الاخوان ازاي كان بيفكروا، ازاي يستقطبوا واحد كان في كليه الطب المفروض اكثر وعيا، عشان بس ايه، نحلل الموقف الحاضر واللاحق. وكان الهدف الاكبر من عمل الجهاز هو الوصول الى مرحله التمكين السلطه يعني، وهي المرحله التي تسعى اليها جماعه الاخوان باعتبارها، اي تلك المرحله هي التي ستمكن للاسلام وشرع الله دون الاقرار بحدود معينه، اللي حدود الأرض أو حدود الوطن، بمعنى أن تنتشر الدعوة على مستوى العالم كله وليس داخل مصر وحدها كوطن لنا. ده اللي بيقوله محمود جامع ابن التنظيم الخاص بتاع الإخوان المسلمين، مفيش حدود وطن. وانت خلي بالك واحد في بلد محتل وتيجي تقول له احنا هنحكم العالم، حاجة واحدة يعني، شيء طبيعي ان هو يتأثر، وخصوصا بقى لو خطاب عاطفي او خطاب ثوري او خطاب يعني يعني في درجة من درجات الثورية، يعني حسب بالنا كان خطيب مفوه،
وطبعا بعض قط الاخوان كانوا خطبه من فواهين، فيجي يقول لك احنا محتلين وحياتنا بتبلى، يقول لك احنا هنحكم العالم. اصبروا بس، احنا هنحكم العالم دي كلها، احنا هنسحق كل ده وهنحكم العالم وهنرجع للمجد بتاعنا من جديد. وطبعا بيدعي ان ده مجد الاسلام والدوله الاسلاميه. فشيء طبيعي ان شاب صغير يجي له احلام انه يساعد في حكم العالم ده وهو محتل وحالته حاله يعني. وكان في التنظيم السري قسم خاص لتربية الأعضاء على الطاعة والولاء وتنفيذ الأوامر بلا مناقشة وبلا معرفة اسم المسؤول في الجهاز الذي أصدر الأوامر. لأن الإخوان كان ساعتها عندهم حاجة إيه؟ يقول لك الإخوان بيقولوا، الإخوان أمروا. يجي يا عم مين الإخوان اللي أمروا؟ أنت ممكن أنت تكون جايب حاجة من دماغك وتقول الإخوان أمروا، كانوا شغالين كده بقى. الإخوان قالوا كذا، الإخوان هم مين مالكش دعوة. ده كان برضه أحد إيه آليات الإخوان، يديك إيه سلطة كده إيه صنمية انت مش عارف ايه اللي انها طاعة عمياء بلا نقاش ولا جدال، ولم يكن عضو يستطيع ان يفشي سرا ابدا، وكان مصير الذي يفشي الاسرار هو الموت المؤكد. ده كلام محمود جامع ابن التنظيم الخاص للاخوان المسلمين. وكان التنظيم يحيط نفسه بهالة من السرية والرهبة، فلا يعرف الاعضاء بعضهم بعضا، وقد يحدث أن يتواجد اثنان من الأعضاء في مكان واحد دون أن يعلم أي منهما أن الآخر عضو في الجهاز. يعني ممكن تكونوا راكبين جنب بعض مترو أو راكبين جنب بعض قطر، وأنت إخوان تنظيم خاص وهو إخوان تنظيم خاص، وأنتوا ما تعرفوش إيه بعض. بيقول العقاب هو الموت المؤكد. بس أعتقد ده كان في التنظيم الخاص بس، إنما التنظيم العام زي السكري مطلع وزي حسن حتحوت ما كانش فيه هذه الإيه، إنما التنظيم الخاص طبعًا السيد فايز اتقتل من السنة دي أو من الإخوان لما حاول ينقل قيادة التنظيم يوسف طلعت. لما حسن الحضيبي كان حاسس أن عبد الرحمن السندي بيقل منه يعني أو مش مقتنع بيه، أن أصلا حسن عبد الرحمن السندي بقى مع تطوره كان حتى يعني بيتعالى على حسن البنا. فطبعا لما جه الحضيبي فبالأول بقى بالتعالي، فكان حاسس أن التنظيم مش تحت سيطرته، فحاول يوصل لحد مهم جوه التنظيم، فلقى السيد فايز قال دلوقتي الإخوان مش عايزين السندي وعايزين يوسف طلعت، فانت تقول للناس تبلغ الاسر والناس المجموعات ان الاخوان بيقولوا ان قياده التنظيم ليوسف ايه طلعت. وبدا فعلا ينفذ اوامر الاخوان السيد فايز، وده كان عقابه انه بعتوا له قنبله في شكل علبه مولد اظن موتته هو وبنته او هو اخته يعني حاجه في هذا، ان هم السيد فايز مات. طبعا بيقول بقى ايه أن رأيي الشخصي الذي أحب دائما أن أركز عليه أن العنف الذي وقع من الجماعة أو من الجهاز كان مرجعه إلى اجتهادات شخصية لا شأن للتنظيم بها. طبعا ده كلام فارغ، السنة دي هو كان بيدي أوامر بالقتل المباشر، وحسن البنا هو اللي كان بيدي تلميح لما الراجل ده ضدنا، الراجل ده مش عارف إيه كلام من ده، فبالتالي هم كانوا مسؤولين عن الإيه؟ عن القتل. لا شأن التنظيم بها. إنني أذكر مثلا أننا كنا في معسكر جمصة 46، وبينما نتولى غداءنا جاء أحد الإخوة وألقى بالرمال والتراب في الطعام ونحن نأكل، ولما سألته عما فعله قال إن ذلك يعلمنا التقشف والشدة، ولما حاولت أن أفهمه أن ما فعله يجلب الأمراض أكثر مما يعلم التقشف لم يقتنع. طبعا إيه محمود جامع كان في طب أو بيدرس طب أو كان لسه ما دخلش يمكن كلية، وإنما قال المسؤول يعني أن تناول الطعام مخلوط بالزلط والرمل يزيد ثواب الأكل نفسه، وقال لي اخشوشا يا أخ محمود. من تلك الفعلة يتبين لنا أن من فعله ذلك الرجل هو اجتهاد شخصي مخبول، وأنه لا يموت لا لتعليمات الجماعة ولا لمبادئ الإسلام بأدنى صلة، إنما هو رجل مخبول تصور أن مثل هذه الأفعال الخرقاء يمكن أن تقربه إلى الله. والعجيب أنك كنت إذا ناقشت أمثال هؤلاء يردون عليك ويقول لا تناقش ولا تجادل والتزم. فاكرين لا تناقش ولا تجادل الأخ علي؟ طب أنا مفاجأة لمحمود جامع، طبعا الله يرحمه يعني محمود جامع توفى، أنا كنت في معسكر في 94، هو بيتكلم عن 46، كان عن 46 بيقول ده كان تصرف إيه شخصي. أنا كنت في اليمن مع الإخوان ساعتها بقوم بعمل وظيفي يعني في التربية والتعليم، وكنا في معسكر، وبرضه جه واحد راح عامل الرمله كده ونطرها على الايه الاكل وقال ايه يلا كله رز وبتاع يعني برجله كده راح ناطر الايه الرمله في الرز. فالمهم ايه، انا كنت قريت قول للشافعي بيحرم هذا الموضوع يعني بيعتبر ان اكل التراب محرم، فاعترضت وبعد كده وصلت الموضوع لقمه المسؤول يعني في التنظيم المصري في اليمن في هذا التوقيت، وكانت جلسه تحقيق وتم اتحقق معايا في اكثر من موضوع، ومن ضمنها طرحت الموضوع ده. وكان في دكتور اسكندراني اسمه المتوكل، ف
فالمهم ايه، بقول لهم ازاي تاكلوا نص التراب ليه يعني، وده ضرر وحاجات زي كده. والامام الشافعي قال حرام. قال مين اللي قال كده؟ ده قال اللي رد الدكتور المتوكل. قال مين اللي قال كده؟ ده بالعكس، ده بيقوي جهاز المناعه ومفيد جدا للجسم. يعني الكلام اللي بيقول عليه محمود جامع انه فردي، لا مش فردي، والكلام اللي حصل 46 اتكرر تاني معايا انا شخصيا سنه 94، انك تاكل الاكل بالرمل والتراب. طبعا ايه بيقول ايه وقال وقد تكرر، بيقول جامع وقد تكرر هذا الفهم الرديء في راي عام 54 عندما تمت مناقشه فكره اغتيال عبد الناصر، اذ وافق عليها البعض وكانت لهم برراته ورفضها البعض الآخر ولم يقل الفكرة من أساسها، ولذلك كان من الصعب أن تصل إلى صاحب الفكرة وتناقشه، وإنما تصل الأوامر إليك كعضو وأنت جالس وليس أمامك إلا التنفيذ أو الموت. ده محمود جامع هو بيتكلم عن إيه؟ إن اغتيال عبد الناصر تناقش قوة التنظيم. قال طبعا كان في ناس مختلفة وفي ناس موافقة، بس قال في النهاية لو جالك أمر ما قدامكش إلا التنفيذ أو الموت. يعني لو جالك أمر بتنقات اقتل، نفذ، ما نفذش هتقتل. ده كان البيعة على المسدس بتاعة التنظيم الخاص. قال ولعل محاولة اغتيال حامد جودة رئيس مجلس النواب قبل الثورة كان على سبيل الخطأ، لأن المقصود بالاغتيال كان إبراهيم عبد الهادي باشا رئيس وزراء مصر، والذي تولى رئاسة الوزراء في ديسمبر 48، وفي عهده تم اغتيال الإمام حسن البنا في فبراير 49 انتقاما لاغتيال النقباشي باشا وليس حامد جودة. ده معناها كده ان هو بيقول لك ان اتقالها ان محاولة اغتيال حامد جودة ايه كانت غلط، لان احنا كان المفروض نقتله مين؟ ابراهيم عبد الهادي. يعني قصد قال المقصود بالمحاوله كان ابراهيم عبد الهادي مش حامد جوده، وكان بيدي تبرير، كان بيدي تبرير محمود جامع ان هو ايه ان اتقتل حسن البنا في وقته، فوده شايف ان هو مبرر ربما الاغتيال ايه ابراهيم عبد الهادي. طبعا ده التنظيم الخاص، وده محمود جامع اللي هو كان عراب الصفقه بين السادات والاخوان. ولسه هنكمل مع محمود جامع، لان كلامه في السبعينات اكثر اهميه من كلامه عن بداياته وعن التنظيم الخاص وعن الاغتيال وعن القتل وعن الرز اللي مخلوط بالتراب في المعسكرات. نكتفي بهذا القدر، وشكرا جزيلا، ونكمل في حلقه لاحقه.